راح الاحظ انه هنا الانكسار الريفراكشن. الريفراكشن انه ان الضوء سوف ينتقل ما بين وسطين او اكثر مختلفة بالكثافة الضوئية. ويجب ان تعرف ان الانكسار مراجعة لك انه الانكسار يحدث عندما تسقط الاشعة مائلة، لا يحدث الانكسار اذا سقطت الاشعة بشكل عمودي على السطح اي موازية الى العمود المقام على السطح الفاصل. اذا سقطت بشكل موازي للعمود راح تنفذ الى السطح الاخر حتى لو كان مفرق بالكثافة الضوئية. راح نشوف هاي الاسئلة، نشوف هنا ما الذي يحدث. يقول هنا ما الذي يحدث لمسار الضوء عند انتقاله ما بين وسطين مختلفين بالكثافة الضوئية. الكثافة الضوئية هنا راح اجي اقارن اول شيء الكثافة الضوئية من خفيف او قليل الكثافة الضوئية الى اكثر كثافة او كثيف ضوئية. راح اشوف انه الشعاع راح ينكسر او ينفذ منكسرا مقتربا للعمود. زاوية السقوط راح تكون اكبر من زاوية الانكسار، وراح نشوفها بالاشكال الجاية ومن خلال تكملتنا للموضوع. الاحظ في حالة العكس، العكس عندما يسقط، شوف هنا راح تقترب. يقول في حالة من كثيف الى خفيف، من هنا الكثيف العالي كثيف والخفيف راح يبتعد عن العمود. خلي ارجع لك اياها شوية صارت سريعة. يقول أنا هنا باوع في حالة سقوط الضوء، لا هذا بشكل عمودي آسف، شوف ترى الفيديو يعني من ده يقبل هنا هذا هنا، شوف هنا هذا العالي ديش ساقنا قلنا إنه من الوسط خفيف إلى كثيف، لكن العكس من يحدث من كثيف الى خفيف. شوف هنا خفيف الى كثيف، هنا بالعكس. شو بسرعة هاي يشوف انه انا هنا الوسط الاعلى هنا كثيف ضوئيا الى وسط خفيف ضوئيا او اقل كثافة، راح شي يسوي ينفذ مبتعدا على العمود. لو تتذكر الشكل قبل شوية ذكرت لك اياه عن المقدمة وشعاع الليزر، كان الشعاع الضوئي داخل الزجاج، من داخل الزجاج الى خارج الزجاج الهواء ابتعد عن العمود. هذا هنا نشوف الابتعاد مالته ابتعد عن العمود. اذا انا هنا راح نفصلها تفصيل كتابي افضل من هذا الشرح وان شاء الله نشوفها. باوع راح اجي انا هنا أنا قلت لك انه النفوذ مالتي هو اختلاف بسرعة ضوئية. ها هذا الشكل في حالة سقوط الضوء، شوف موازي للعمود، هذا موازي للعمود اي عمودي على سطح. ايش قد الزاوية هنا أنا؟ شوف ايش قد الزاوية هنا أنا؟ 90 تمام لو تمام. لاحظ انه هنا الشعاع الضوئي موازي الى العمود، الزاوية هنا صفر، هنا الزاوية شقد 90، 90 ويا من؟ ويا السطح، 90 ويا السطح لكن موازي ويا العمود. شوف بحالتين انت اذا موازي للعمود ما يعاني انكسار، اذا عمودي على السطح ما يعاني انكسار. خلنا نمسحها ونكمل درسنا. اجي انا هنا المؤشر مالتي سهم تلقائي. اوكي شباب شوف اذا سقط عمودي هنا راح تناقش لقوانين الانكسار، قانون الانكسار. القانون شوف هنا المشابه الى قانون الانعكاس، يقول السكند لو اوف ريفلكشن نفسه هو قانون الانكسار. يقول الانسيدنت راي اي شعاع الساقط والرفلكتد راي الشعاع المنعكس والعمود المقام على السطح العكس تقع في مستوى واحد. من راح اجي اقراها هنا بالانكسار راح شي يقول لي، راح يقول لي انه انا هنا الشعاع الساقط، وهنا ما راح اقول ريفلكشن، هنا أنا غلطان بالكتابه ريفلكشن، راح يقول ريفركشن او ريفلكتد
ريفركتد سوري ريفركتد راي يكونون بنفس ال... شوف هنا انا اكملها سوري لا ما غلطان هنا انا شوف الريفركتد راي كلها بالسيم بلين وانا البلين شوف هذا هو السطح راح يرسم لك اياه بهذا الشكل راح اجي انا هنا أنا ما طلع الشعاع للخارج بقى الشعاع داخل السطح لكن القانون الثاني لا راح نسميه قانون سنيل قانون سنيل يقول النسبة بين الشعاع جيب زاوية السقوط إلى جيب زاوية الانعكاس هي كمية ثابتة هاي الكمية الثابتة تسمى معامل انكسار الوسط معامل انكسار الوسط اللي هو N هنا من راح أجي أدرس الN الN بين شوف اها هنا speed of light باوع هنا انتبه عليه يقول N to 1 شنو N to 1 يعني معامل انكسار الوسط لوسطين الثاني الى الاول الثاني الى الاول يساوي سرعة الضوء في الهواء او في الوسط الاول الوسط السقط من الشعاع الى سرعة الضوء في الوسط لينكسر بالشعاع أو الضوء فبالتالي يقول speed of light in incident medium سرعة الضوء في للشعاع الساقط في ذلك الوسط إلى سرعته في الوسط اللي انكسر به لاحظ أنه أنا هنا شلون راح يصير عندي الاشتقاق مالتي لاحظ انه N to 1 يساوي سرعته بالوسط الاول الى سرعته بالوسط الثاني رمز للسرعة V1 الى V2 يعني هنا هسه ما اعرف شنو الوسط الاول كثيف او خفيف هنا الوسط الثاني كثيف او خفيف من راح اجي انا هنا اشتق هالعلاقة مال قانون سنيل قانون سنيل راح يقول لي انه انا هنا جيب زاوية السقوط الى جيب زاوية الانكسار تساوي كمية ثابتة سمى ليها معامل انكسار الوسط من راح اجي اشوف معامل انكسار الوسط شنو الوسط منو الوسط باوع هنا حدد لي بالارقام الوسط الاول رمز لي بالرمز واحد الوسط الثاني رمز اثنين يقول النسبة بين السقوط سقوط وين يكون بالاول والار اللي هو الانكسار وين يكون بالوسط الثاني تكون N to 1 نسبة كونستانت اللي هي ثابت فبالتالي أنا هنا من راح أشوف هذا كليته يسمي لي معامل انكسار الوسط بقانون سنيل Ni على Nr على R يساوي العفو ساين I إلى ساين R يساوي N to 1 هنا راح أقول speed of light in incident medium اللي يسمى لي V1 و speed of light in refracted medium اللي هو V2 فبالتالي انا هنا الزوايا او الجيب زاوية السقوط الى الانكسار تساوي N to 1 وتساوي V1 الى V2 يعني sin I او احنا صراحة نكتبها ان شاء الله بمحاضرة ومثل ما موجودة عندكم بالكتاب لكن بتوضيحنا الى هذا الفيديو اللي هو الصحيح بالكتاب ما مبين لكم اياه بشكل دقيق اللي هو I و R المفروض يسمي لكم I و R بدل ما يسمي لكم اياها واحد وواحد واثنين يمكن ايه واحد واثنين اوكي راح نكمل راح نشوف انه هنا عندي انه انا هنا كل معامل انكسار وسطين او وسط لو ثابت مثلا اجل الهواء معامل انكساره ايش قد 1.003 هنا للزجاج 1.53 الجليد 1.31 الماء 1.33 والى اخره من الكميات اللي موجوده اللي تفصل كل هذا الكحول 1.36 هذول كلهم معامل انكسار الوسط اللي يسميه لي ان من اجي هنا اشوف هنا ميز لي ان للواتر الان للواتر راح يعطيني اياه بشكل ثابت ان للواتر 1.33 اوكي راح نشوف تكمله هذا الشرح اذا الساين والساين هاي نقف يمها شويه انا هنا V1 الى V2 يساوي على V1 على V2 يساوي C على V2 هبيد ما نتذكر لك C على V2 سرعته الضوء بالفراغ الى سرعته بالوسط وسرعة الضوء بالفراغ الى سرعته بالوسط speed of light
اوكي بين الفراغ. فبالتالي راح تروح هذه من هنا السي تختصر، راح شو يبقى لي؟ راح يبقى لي في 2 الى في 1 واللي هو في 1 الى في 2 هي يعني. واضح؟ راح نكمل. شوف سي 1 اللي يمثل لي معامل انكسار الوسط الثاني، وهاي معامل انكسار الوسط الاول. لاحظ انه هذا شنو اشتقار حبايبي؟ انا هنا سي على في 2 شو يمثل لي؟ معامل انكسار الوسط للفراغ الى الوسط الثاني، والانوان هو معامل انكسار الوسط من سرعته بالفراغ الى سرعته بالوسط. لان معامل الانكسار انا اتبع الضوء مرورا من الفضاء اي الفراغ، عبوره بالهواء ثم الماء ثم الزجاج والى اخره. فاني هنا خلي اشوف معامل انكسار الان 2 بالنسبه لمن؟ لهذا الوسط، الوسط اللي هو 2، هذا هنا وسط كثيف. من راح اقول سي سرعته بالفراغ الى سرعته بالوسط في 2. وهنا بالهواء انه انا هنا من يقول هواء جزء وسط الاول، احنا خلينا نسميه وسط اول، جزء ماء الى هواء او العكس هواء الى ماء. فانا هنا سرعه الضوء بالهواء او العفو كل ساعه اقول الهواء، بتعلم على الهواء انوان مو مشكله. فبالتالي انا هنا الان 1 معامل انكسار الوسط الاول هي سرعته بالفضاء الى سرعته بذلك الوسط، راح تروح السي ويا السي راح يبقى لي في 1 الى في 2. فبالتالي انا هنا الان 2 1 هو ان 2 الى ان 1، واضح؟ يساوي ساين اي. شوف كمله، شوف هاي النسب راح تكون تستفاد من عندها في حل المعادلات. النسبه الاولى هي نسبه جيب زاويه السقوط الى جيب زاويه الانكسار، يساوي كميه ثابته تسمى معامل الانكسار الوسط ما بين وسطين اول وثاني او ثاني واول، بين سرعته الى الهواء سرعته بالوسط الاول الى سرعته بالوسط الثاني، وتساوي سرعته العفو معامل انكسار الثاني الى معامل انكسار الاول. لو نجي هنا نحاصل ضرب الوسطين في الطرفين، راح تقول لي ساين 1 ثيتا 1 او ساين ثيتا 1 او ساين اي ان 1 يساوي ساين 2 او ار، مثل الكتاب سألكم اياها على ورقه افضل. هنا شويه حتختلف عندكم بين الاي والار ومعامل انكسارين الوسطين اللي هو ان 2 والان 1. فاجي انا هنا حاصل طرفين، لاحظ خلص وياكم قلم. شوف حاصل الطرفين اللي هو ان 2 ساين ار يساوي حاصل الوسطين اللي هن اللي هو العفو قانون سنير. نكمل التوضيح مالتنا ان شاء الله تكون الصوره واضحه. راح نكمل نشوف تكملة الاشتقاق مالتنا يكمل لي اياه. بالتالي راح اعرف انه اني جيب زاوية السقوط تساوي جيب زاوية الانكسار، هذا النسب مالتنا. شوف حتى لا يبقى التأشير مسحناه. وصلنا لهاي النسبة وراح نكملها ان شاء الله بايجاد الاطوال الموجية لهذا الضوء او معامل الانكسار. هاي بس شريحة مبسطة الى خلاصة الانعكاس والانكسار وقانون سنيل، وتكملته ان شاء الله راح تكون في شرائح ثانية. شكرا لكم.